نبدا هذا الفيديو غنخلي لكم هذا السيد غادي يهضر ومن بعد انا يا عاد غادي نهضر وغادي نقول شنو كاين. السلام عليكم حبيبي، كيفك؟ عليكم السلام. كل شيء تمام؟ صحتك تمام؟ الحمد لله. انت قلت لي ما بدك ان نذكر اسمك، المهم لانه الحمد لله في المغرب الناس ما بتعرفك يعني، ولكن صحيح. انت عندك عائلتك بالدول بالديار الخليجيه، ما صحيح. بدك يعني الاحسن ما نقول الاسم. عرفنا يعني عرفنا انت شو كنت بتعمل في الإمارات. أنا كنت عايش في الإمارات والآن حالياً عايش في ألمانيا. أنا كنت عايش في الإمارات، كنت سواق أوصل يعني أوصل يعني البنات على هوتيل عن طريق رضا. يعني رضا كان صديقي، كنت السواق عنده أنا، أوصل البنات على هوتيل يعني الأوتيلات. يعني بتوصلهم يعني حتى ما نهين البنات يعني بيمشوا لهنيك ليروحوا عند الرجال، أوكي؟ صحيح. أنا لكن بدي أسألك سؤال، لأنه من قبل حكينا كثير أسرار وأنا ما بدي أفضح الأسرار لأنه أنا مرأة. صحيح. ما بيعجبني أفضح النسوان. الله يخليك. بس بدي تقلي كلمة، من ضمن هالبنات اللي كنت أنت بتوصل على الأوتيل، مين هي البنت؟ ندى المغرب. يعني لسه ما كملت يعني البنت اللي كنت انت بتوصل وعرفها كل الزين، وهي هم تعرفني يعني هي من تشوفني تعرفني، لان انا ما وصلتها مره ولا مرتين يعني. انا كنت سواق الحمد لله، كنت سواق تشتغل معه. كنت اشتغل معه. اوكي، شكرا حبيبي، انا بتشكرك كثير لانك انت وافقت يعني انك تعمل معي. وعليكم.